اريد اعرف شلون تقبل مجتمعك وخاصه الشباب محتواك الممزوج بالدين والثقافه والاعلام. احنا شفنا حاليا شنو الشباب يميل، يميل الى محتوى جذاب وغني بالتاثيرات، سواء نعم. التاثيرات البصريه او الصوريه، نعم. البصريه او السمعيه. السمعيه نعم. فكنا لازم نتعلم مثل ننتج محتوى بذاك الليفل، فلو قدمنا الدين بنفس الليفل، مثلا نصور باحدث الكاميرات، هسه حاليا نصور باحدث الكاميرات نعم. ونستخدم اجهزه الصوت، احدث اجهزه الصوت يعني، كلها بمساعده يعني، هي ما امتلكها ولكن بمساعده اشخاص اخرين يعني، نعم. اشخاص دائما يعني اشكرهم. فمن انتجنا المحتوى بنفس الطريقه اللي ينتج بها المحتوى الهابط خلينا نسميه، او اللي ما يلتزم بالشروط الدينيه، من انتجنا المحتوى بقيمه عاليه وصار له يعني جميل جدا صوريا وسمعيا، فجت الشباب تتاثر بيه طبيعي.